एक और खबर आपको देंगे इमाम काबा के हवाले से। बताया जा रहा है कि इमाम काबा काला शाह काकू इज्तिमा में पहुंच गए हैं और इमाम काबा ऑल पाकिस्तान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबरा सेनेटर साजिद मीर भी इमाम काबा के हमरा इज्तिमा में पहुंच गए हैं। इमाम काबा जो कि दो रोजा लाहौर के दौरे पर मौजूद थे और अभी बताया जा रहा है कि इमाम काबा काला शाह काकू पहुंचे हैं, इज्तिमा में पहुंचे हैं। इमाम काबा ऑल पाकिस्तान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में नमाज़े जुमा की इमामत करेंगे। ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فلا ننادي نبي الله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد والله تعالى من تكريمه لرسول الله عليه وسلم لم يناده في القرآن باسمه المجرد فالله تعالى قال في كتابه يا موسى وقال يا إبراهيم ولكن لم يقل يا محمد وإنما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال يا أيها النبي اتق الله فناداه الله بوصف النبوة وبوصف الرسالة تكريما له صلى الله عليه وسلم فكذلك نحن لا يحق لنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن نناديه باسمه المجرد إجلالا له وإكراما له صلى الله عليه وسلم وإنما ينادى بوصف الرسالة وبوصف النبوة وأيضا لا يرفع الصوت ولا يجهر له بالنداء المرتفع لأن النداء المرتفع ليس من الأدب مع الناس فضلا أن يكون أدبا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أدب الصحابة رضي الله عنهم بأن يخفضوا أصواتهم وأن يخافت عند الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم كمالا في الأدب وإجلالا وتقديرا واحتراما لحامل الرسالة عليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك نحن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نجهر بالقول ولا نرفع أصواتنا على الحقيقة ومن الجهر بالقول ومن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان برأيه وقوله فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا فوق صوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءنا الأمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وسمعنا حديثه وسمعنا حكمه وأمره ونهيه فعلينا أن نذعن وأن نقول سمعنا وأطعنا ولا نرفع أصواتنا بأفكار أو آراء أو ظنون أو اقتراحات مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الجهر بالقول ومن رفع القول فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن خالف ذلك فإنه يخشى عليه أن يقع في الوعيد الشديد قال الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فإن الذي يقدم رأيه وفكره وحكمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وحج فإنه يخشى عليه أن يدخل في هذا الوعيد وهو أن يحبط عمله وأن لا يقبل هذا العمل وما قدمه من دعوة ومن خير وما قدمه من توجيه للناس وما قدمه من عبادة يخشى عليه أن يحبط هذا العمل لأنه قدم رأيه وفكره وحكمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مزلق خطير ننصح إخواننا المسلمين خاصة من أصحاب الفكر وأصحاب الأقلام وأصحاب الإعلام وأصحاب السياسات والعلماء والدعاة وأصحاب المناهج المتعددة ليحذروا وليكونوا في حساسية شديدة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءنا القول عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا ولا رأي لنا ولا حكم لنا مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم بل الواجب الإذعان والواجب التسليم أيها الأحبة الكرام امتدح الله عز وجل الذين يغضون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونه
وقال الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها للتقوى. فلا شك أن الأدب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم هو من إخلاص التقوى ومن إكرام الله عز وجل وتوفيقه لك أيها المسلم. فإذا رأيت الرجل يتبع السنة فاعلم أنه موفق، إذا رأيت الرجل يستسلم للسنة فاعلم أنه على هدى وعلى نور، وأن هذا من توفيق الله عز وجل له. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حسبت السؤالات التي وردت في القرآن يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، أسئلة قليلة جدا في القرآن مقارنة بما يحتاجه الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يفرحون بالغريب وبالأعرابي الذي يأتي من خارج المدينة حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستمعون لهذه السؤالات ويعلمون ويعرفون إجابتها من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من أقل الناس سؤالا وإلحاحا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينتظرون الوحي وينتظرون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليبادروا إلى الإجابة. لذلك كانوا يخافتون حتى لا تكاد تسمع قول أحدهم. ولما جاءت المرأة المجادلة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله زوجها وحرم هذا الزوج، وأنزل الله عز وجل سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تقول عائشة رضي الله عنها: إني بجوارهما ولا أسمع صوتها من شدة خفضها للصوت، والله تعالى من فوق سبع سماوات مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى سمع قولها وسمع مجادلتها. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم على مستوى عال من التوقير والإجلال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على العلماء وعلى طلبة العلم حينما يتعاملون مع السنة ويتعاملون مع الفقه أيضا أن يكون قصدهم الأول هو معرفة قصد الشارع الحكيم من هذا النص ومن هذا الدليل. وإن اختلاف فهم العلماء في النصوص هو أمر محترم، ونحن نحترم أقوال العلماء وخلافهم في فهم النص، ولكننا أبدا لا نقبل من يعارض أصل النصوص أو يرد قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيه أو لفهمه أو لتقليد آبائه وأجداده وأشياخه ومتبوعيه، فهذا غير مقبول أبدا. وكل العلماء قالها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقالها الإمام مالك رحمه الله، وقالها الإمام الشافعي رحمه الله، وقالها الإمام أحمد رحمهم الله، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. فهم كلهم مجمعون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون هنالك اختلاف في فهم بعض النصوص لأدلة كثيرة يعرفها العلماء ويعرفها طلبة العلم، وهي أسباب اختلاف العلماء في النصوص، ولكنهم جميعا مجمعون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأئمة العظام الذين حملوا لواء هذا الدين من أئمة الفقه الأربعة المتبوعين وأئمة الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد والإمام أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة العلم وأئمة الفقه الذين تلقوا هذا الدين وهذه السنة ومحصوها ودققوها وأمضوا أعمارهم في فهمها وفي محاولة
الجمع بين النصوص التي قد يكون في ظاهرها شيء من التعارض، وفي استنباط الأحكام الفقهية العملية من أدلتها التفصيلية. هذه الجهود العظيمة التي قام بها العلماء هي في دائرة اتباع السنة، وفي دائرة محاولة معرفة مقصد الشارع الحكيم وما كان يقصد بالآيات، النصوص الآيات والأحاديث لاتباعها ولأجل تطبيقها. فلا شك أن هذا من غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إخلاص الإيمان والتقوى في القلب أن نجعل مقصدنا عند معرفة الأدلة ليس الانتصار لمذاهبنا أو لآرائنا أو لأفكارنا. عندما نقرأ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وعندما نورد الأدلة ونحقق في الأقوال، ليس لأجل أن ننتصر لأنفسنا أو لأشياخنا أو لسياستنا، ولكن لأجل أن نعرف مقصد الشارع الحكيم فنتبع ما يريده الله وما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشاطبي رحمه الله: إن الشارع الحكيم أراد إخراج المكلفين من داعية أهوائهم إلى مقصد الشرع العظيم. فهذا هو الذي يجب أن نتربى عليه وأن نربي عليه طلابنا وتلاميذنا وعامة الناس، وهو أن نجعل رضا الله عز وجل هو مقصدنا، وأن نجعل قراءتنا للنصوص لقصد الاتباع وليس لقصد التقليد وليس لقصد الانتصار للنفس أو للأشياخ. أسأل الله عز وجل أن يدلنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها الإخوة المسلمون، ثم إن الله عز وجل ذم الأعراب الذين كان يأتون وينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء بيوته ومن وراء حجراته ويرفعون الصوت ويقولون اخرج لنا يا محمد، فالله عز وجل ذمهم وقال. إمام الكعبة دكتور صالح بن محمد الطالب اس وقت کالاشا کاکو میں جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس وقت دور و دورے پر پاکستان میں موجود ہیں، اور آج ان کی مصروفیات اس حوالے سے جہاں وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کانفرنس میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی مصروفیات کے حوالے سے اسرانے میں شرکت کریں گے، اور اس کے بعد اسلام آباد جائیں گے۔